قال برنامج الأغذية العالمي إن العمليات الإنسانية في غزة تقترب من الانهيار، مما يجعل خطر المجاعة حقيقيا للغاية. وأوضح البرنامج أن أقل من 100 شاحنة دخلت غزة منذ مايو الجاري، مشيرا إلى أن جميع المخابز في رفح أغلقت أبوابها، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال قادرا على دعم 6 مخابز في وسط غزة و4 في مدينة غزة ومخبز واحد منذ يوم الاثنين في جباليا.